يفوز بالسوبر يعني. فدي ميزه مش عيب للنادي الاهلي. نروح للوطن سبورت. تصريح اخر للكابتن سعد حفيظ بيقول شرط واحد لمشاركه صالح جمعه مع الاهلي. الشرط هو ايه؟ ان هو يبقى جاهز فنيا. هو شرط يعني مش مفاجاه يعني. اي لعيب مش صالح جمعه بس اي لعيب هيبقى جاهز فنيا وبدنيا مستر فايلر مش هيتاخر عن اشراكه يعني. الدليل على كده ان مستر فايلر اشرك كل اللاعبين في المباريات اللي فاتت بخلاف المصابين. فيعني دي فرصه عند اي لعيب انك تحاول تثبت امكانياتك وجدارتك بارتداء الفانيلا الحمراء يعني. فبالتالي الشرط موضوع صالح جمعه ده يبقى جاهز فنيا وبدنيا، واكيد ان شاء الله مستر فايلر هيديله الفرصه. وصالح جمعه لعيب مهم جدا، احنا دايما بنتمنى نشوفه في الملعب نظرا لامكانياته الرهيبه يعني. هو مش عارف يستغلها حتى الان.